بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بالجميع. معكم عبد المجيب من قناه عرب جنو لينكس. بكلمكم اليوم عن درس من دروس الشيل سكريبتنج، وهو درس التكرار عن طريق استخدام فور. اوكي، طبعا في عندنا فور وفي عندنا وايل. بستخدم فور بالبدايه، نتعرف على الفور. ايش فائده التكرار؟ طبعا لا هيك عن انه يعني يوفر لك وقت طويل باشياء كثير تكتبها، ممكن انه يستخدم الاشياء الثانيه ما ينفع معها الا التكرار، مثل بحث عن شيء معين خلال شيء ثاني، او ممكن تكرار عمليه فشلت لحد ما انها تنجح. على سبيل المثال، اذا كان عندك، نفترض عندك ملف حجمه 10 جيجا، حاب ترفعه عن طريق الاف تي بي على موقع معين، اوكي، وممكن تستخدم الامر اللي احنا عرفناه قبل خاص بالاكزيت، هل هو انتهى بشكل صحيح ولا لا، بحيث انك تتاكد اذا الامر او اذا حصل مشكله باتصال بالانترنت، فصل الانترنت، او حصل مشكله عند المستضيف، اقوم واعيد التكرار، او اعيد وارفع مره ثانيه، واعيد 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 الين قيمه معينه تساوي شيء معين انا ابحث عنه. طبعا مو بالدرس هذا اللي بتكلم عنه، ولكن انا اعلمك التكرار اللي راح نتعلمه بالشيل سكريبتنج. راح ناخذ الاساسيات الخاصه بالتكرار. نشرب شاي. طبعا راح استخدم فور اليوم، قمه بالوناسه. الفور شيء جميل جدا. شوف شلون راح نسوي شيء، ملف نسميه مثلا لوب دوت شيل. وطبعا كالعاده اي محرر تبي، انا استخدم نانو بن باش. كبر لكم الخط شوي. سلام. نجي هنا نكتب فور. خل اسوي لكم اول شيء جمله او كم سطر واشغله، وبعدين نشرح شوف الصار. ركز معي، راح اكتب فور مثلا نمبر ان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ثم اجي اقول هنا دو ايكو نمبر از نمبر، ثم اجي هنا واقول دان. راح نعطيه صلاحيات تشغيل ثم نشغله. اوكي، ايش لاحظت؟ اوكي، راح اشرح لك الحين هذا اللي صار. طبعا سوى عمليه تكرار خلال اشياء معينه. اللي سواه بكل بساطه انه حط عندنا متغير ضبطه بالقيم هذه. طبعا المتغير صار له اكثر من قيمه، صار له 1 2 3 4 الى اخره. الرقم غير مهم، يعني انت ممكن تكون الارقام معكوس ترى، يعني ممكن اسوي ارقام بالشكل هذا. اهم شيء هو عنده انه راح يزبط الارقام بطريقه معينه، او اي متغيرات يلقاها راح يشغلها. لاحظوا انه جابنا ارقام بالشكل هذا. اوكي، اللي صار ببساطه انه قمنا ربطنا النمبر هذا بالاشياء الموجوده بعد اللي هي ان. اوكي، فاي شيء موجود بعد الان كل مره باللوب او كل مره نسوي دو راح ياخذ قيمه معينه. فالمره الاولى للدو اخذ رقم 2، المره الثانيه اخذ رقم 4، المره الثالثه اخذ رقم 3 وهكذا. خلينا نسوي شغله ثانيه او طريقه ثانيه. نمبر ممكن نسوي شغله ثانيه. لنفترض عندنا قائمه طويله بالتوزيعات. اوكي، راح نسوي ديسترو ان ابونتو لينكس مينت مثلا ارش لينكس فيدورا. نصغر الخط شوي. تمام، فيدورا زوزا ريدهات ديبيان. ايش بعد؟ يلا اعطونا اعطونا اليمنتري. اوكي، ها خلصنا التوزيعات كل هذول. ما قلت لهذول اي لازم اطلع توزيعه ثانيه، لازم منهارو. طيب الحين عندنا قائمه بالتوزيعات هذه، ايش راح نسوي؟ راح نربط المتغير ديسترو انه كل مره ياخذ اسم واحد من التوزيعات هذه. هذا اللي صاير ترى الحين. لذلك راح اسوي دو بيط بيط، اسوي دو بالشكل هذا ونقول ايكو ديسترو نيم از ديسترو. اوكي، اسم التوزيعه. ثم دان، لازم تحط دان في نهايه كل تكرار عشان ينتهي التكرار. شغل. معليش شغل. لاحظ انه قال لك ديسترو نيم از ابونتو، ديسترو نيم لينكس مينت، ديسترو الى اخره. طيب انت ممكن تدخل بتفاصيل اكثر، يعني ممكن انك تتحكم في اللوب نفسه، في الدو داخل الدو نفسه ممكن تشتغل. لذلك خلينا ندخل على النانو هنا. طبعا زي ما قلت لكم ان الديسترو صارت تاخذ القيم الموجوده هنا، فانا ممكن ادخل هنا وبدل ما اني اسوي ايكو راح اسوي شغله ثانيه. راح اسوي اف. اوكي، ايش راح اسوي هنا؟ راح اسوي ديسترو يساوي ابونتو ذن، اذا كانت التوزيعه او الاسم اللي راح يجي هو ابونتو راح اسوي ايكو ذس ديسترو از فيري جود. طبعا على سبيل المثال ها مثلا. اوكي، راح شغل الحين اللوب. اوكي صار في خطا. رحب يا مدير. هنا لازم تسوي فاي عشان ينتهي الاف. شغل. لاحظ انه ما اظهر لنا اي شيء ثاني،
ليش؟ لأنه أنا قلت له فقط إذا صارت أبونتو اطبع الكلام هذا. طيب ممكن نجي ونبربس شوي نسوي إلز إيكو ديسترو نيم إز ديسترو. أنا قاعد أكتب بسرعة نسيت إنه أوكي لأن في جت شكاوي قالوا تكتب بسرعة حد خلاص. طيب نشغل. لاحظ انه اذا جت ابونتو قال لك this distro is very good okay غير كذا يمشي. ايش استفيد من تحديد القيمه وانا اساسا اعرف القيمه؟ انا اعرف انه بتجي ابونتو. ممكن هنا نستخدمه. الشغله الثانيه هي البحث خلال ملفات نصيه, راح نتكلم عنه ان شاء الله في درس قادم. ممكن تجيب ملف نصي تخليه يبحث بكل الملف النصي, نفترض انه فيه 10 ملايين سطر مثلا, ما ادري بيتحمله ولا لا, لكن راح يبحث لين ما انه يلقى شغله معينه تخصصت له ثم يقول لك هذا هو وجدته. نشوفكم ان شاء الله في درس قادم خاص باللوب ايضا. مع السلامه.